أيها الفضلاء الكرام، الفضليات الكريمات، التسجيل الغرض منه هو الحديث على هذاك الكسر اللي حصل بالأمس للحجر الصحي، واللي صورته صورة استنزال ديال الرحمة ديال الله تعالى، صورة دعاء. لكن واش في حقيقته فعلا هو أمر مشروع ولا واحد الأمر اللي مخالف للشرع؟ بالنظر لما تقتضيه الأدلة الشرعية والقواعد ديال الشريعة، هو مخالف للشرع من وجوه. الوجه الأول أنه مخالف للتوجيهات ديال النبي عليه الصلاة والسلام، اللي أمرنا الله تعالى بطاعته، وجعل طاعته من طاعته سبحانه، حيث قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. بل حذرنا من المخالفة دياله بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وجه المخالفة أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من شرع الحجر الصحي، من اللي تكلم على الطاعون وذكر أنه إذا كان بأرض قوم فلا تدخلوها، وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها، باش يضمن حصر الناس اللي مصابين ما ينقلوش العدوى. الحديث الآخر حديث: لا يريدن ممرض على مصح. حديث اللي فيه بيان انه يحرم انك تدي واحد اللي مصاب مرض معدي عند واحد اللي صحيح، بحيث تنتقله العدوى. الحديث الثالث حديث: فر من المجذوم فرارك من الاسد، واللي فيه اثبات العدوى. وان كان ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لا عدوى ولا طيره، لكن المقصود ديك العدوى اللي كانوا كيامنوا بها في واحد السياق ديال الجاهليه، اللي كيتصوروا انها كتنتقل بنفسها من غير وجود اسباب مقدره. والا النبي عليه الصلاه والسلام اثبت وجود العدوى، وهو اول من شرع الحجر الصحي. فالناس اللي كتخالف وكتخرج كانها كتعارض هذا الحجر اللي شرع عليه النبي عليه الصلاه والسلام، وجعلوه واحد الوسيله من الوسائل ديال الاستشفاء. وهو أول من ضرب الحجر الصحي، ومن شرعه أمر به. المخالفة الثانية أنه فيه تعريض الأرواح ديال الناس للتهلكة، مع أننا نهينا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. الآيات في الباب كثيرة، بل حرم علينا الله تعالى أن نقتلوا أنفسنا، لأنه هذه الأنفس ما كان ملكوهاش، كي ملكها الله تعالى. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك اختلاط بالناس ما دام هو مظنة، بل مشير مظنة ديال انتقال الوباء، بل يقطع بأنه من الأسباب القدرية اللي دارها الله تعالى باش كينتقل هذاك المرض نتيجة العدوى. فهذاك الاختلاط محرم شرعا، لا يجوز بأي حال من الأحوال. ولذلك الخروج للدعاء، أهل العلم نفوسهم تكلموا عليه قديما، ماشي الله حصلت الحادثة. أنا نقول لكم واحد النص جميل ديال الحافظ بن حجر العسقلاني، صاحب فتح الباري، اللي شرح فيه صحيح البخاري، في الكتاب ديالو بذل الماعون في فضل الطاعون، كيتكلم على الفضل الناشئ عن الصبر على البلاء اللي تينزل. ذكر أن الاجتماع له، قال: وأما الاجتماع له كما في الاستسقاء فبدعة حدثت في الطاعون الكبير سنة 49 و700 بدمشق، فقرأت في جزء المنبجي بعد إنكاره على من جمع الناس في موضع، فصاروا يدعون ويصرخون صراخا عاليا، وذلك في سنة 64 و700 لما وقع الطاعون بدمشق. فذكر أن ذلك حدث سنة 49، وخرج الناس إلى الصحراء ومعظم أكابر البلد، فدعوا واستغاثوا، فعظم الطاعون بعد ذلك وكثر، وكان قبل دعائهم أخف. والسر كونه عظم وكثر هو ذاك الاختلاط. وكيذكر واقعة وقعت في زمنه في القرن الثامن التاسع الهجري، قال: قلت: ووقع في هذا في زماننا حين وقع أول طاعون بالقاهرة في 27 من شهر ربيع الآخر سنة 33 و800، أي 833 للهجرة. قال: فكان عدد من يموت بها دون 40، فخرجوا إلى الصحراء في 4 من جمادى الأولى بعد أن نودي فيهم بصيام 3 أيام، ك
كما في الاستسقاء، واجتمعوا ودعوا وأقاموا ساعة ثم رجعوا، فمن سلخ الشهر حتى صار عدد من يموت في كل يوم بالقاهرة فوق 1000، ثم تزايد كان العدد اللي كيموت 40 في كل يوم، لكن من اللي اجتمعوا انتقل العدد وارتفع إلى 2000 من الموتى في كل يوم. إذن هذه الصورة ديال الاجتماع اللي تتصور فيها الإنسان في أنها وسيلة ديال استنزال الرحمة هي من أعظم الأسباب اللي جعلها الله تعالى قدرا، بناء على أنه النتائج كترتب على الأسباب، جعلها من الأمور اللي كتنقل بها المرض. ولذلك الخروج عن الحجر الصحي والاجتماع فيه واحد النوع ديال التغرير بالأرواح، في صورة أنني دفعتهم بالمحبة ديال الدين وديال الشرع وديال طلب الرحمة وطلب العفو ديال سيدي ربي والفضل ديالو ورفع البلاء وغيرها من الأمور اللي كانت تصوروها، لكن في حقيقته هو وسيلة من الوسائل اللي كينفذ بها القدر ديال الله تعالى، لأنه لا راد لأمره القدري، ما يمكنش نردوه إلا بأمر قدري، بحيث القدر ديال المرض كيترد بقدر ديال الاستشفاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وجعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فإذا مرضتم فتداووا. ومن صور الاستشفاء تقليل الإصابة بالمرض وتحديدها من خلال الحجر الصحي. ولذلك كل خروج يوقع فيه الاختلاط راه فيه مخالفة كبيرة للشرع، وحيث إنها مخالفة أنشأناها باش ندعيو، داك الدعاء نفسه راه لا يزيد العبد من ربه إلا بعدا، هو شبيه بمن ينشئ سفر المعصية، وتتصور أن هذاك السفر ديال المعصية يبيح له أن يقصر الصلاة مثلا في السفر، كمن خرج لقطع طريق وملي وصلت عليه الصلاة ديال الظهر الصلاة الرباعية تصور أنه عنده الرخصة ديال القصر فتقصر، مع أن القصر أهل العلم يجعلونه في حق من أنشأ سفرا مباحا، كذلك الخروج اللي هو خروج ديال المعصية، من أنشأ خروج معصيتين لا يتصور أن يرتب عليه الدعاء، بحيث كيتصور أنه ذاك الخروج نفسه اللي فيه عاصي تيستنزل به الرحمة وكيدعي فيه وبيه غادي يدفع هذاك البلاء. هذه الأمور هذه وغيرها بإذن الله عز وجل خصنا نكون على بال منها باش تعبدوا لله عز وجل بعلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.